خبر عاجل وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين في حالة خطيرة جراء انهيار مبنى تحت الإنشاء تابع لبلدية محافظة حبونة في منطقة نجران. كما وجه أمير منطقة نجران بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة هبوط سقف مبنى تحت الإنشاء في محافظة حبونة نتج عنه وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين من العاملين في تنفيذ المبنى والرفع بالنتائج. وقدم الأمير جلوي بن عبد العزيز التعازي والمؤاساة لأسر المتوفيين، سائلين المولى عز وجل أن يلهم أهليهم بالصبر والسلوان وأن يشافي المصابين بالشفاء العاجل. كانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أكدت في وقت سابق مباشرتها لحادثة انهيار المبنى، مبينا أنه جرى نقل المصابين بواسطة الجهات المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. كان المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران قد أكد أن غرفة العمليات قد تلقت بلاغا عاجلا من الدفاع المدني يفيد بسقوط وانهيار مبنى بالمركز الحضاري ومحافظة حبونة. أفاد بأنه تم مباشرة الحادثة وتم نقل إصابتين إلى مستشفى حبونة العام، فيما أعلن عن حالة وفاة واحدة وحالة ما زالت تحت الأنقاض.